بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائنا طلاب الصف الثالث الإعدادي، إن شاء الله النهاردة معانا منهج الترم الأول من كتاب المعاصر. بالنسبة لطلاب الصف الثالث الإعدادي، طبعا first term، ولكن دايما كلنا مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. تعالوا مع بعض نبدأ lesson 1 and 2 ونتناول الجزء الخاص بالفوكاب. Repeat after me. Aquarium, aquarium يعني متحف الأحياء المائية. Aquarium. Bank, bank اللي هو البنك. Botanical gardens, botanical gardens يعني حدائق نباتية. Botanical gardens. Library, library طبعا مكتبة للقراءة. الاستعارة بنسميها library for preparing books. Sports center, sports center مركز رياضة. Sports center. Lake, ليك يعني بحيرة. مونومنت، مونومنت يعني أثر تاريخي. مونومنت. بيسفول، بيسفول يعني مسالم أو هادئ. بيسفول. ترافيك، ترافيك يعني حركة المرور. ترافيك. سبيشالي، سبيشالي يعني خصوصا أو خاصة. سبيشالي. عندنا باقي الفوكاب. عندنا في كورنر، كورنر يعني ركن أو زاوية. كورنر. ستيشن، ستيشن يعني محطة قطار أو أتوبيس. في عندنا باص ستيشن أند ترين ستيشن، ترين اللي هو القطار وباص أتوبيس. برو يعني يستعير أو يستلف. برو عكسها لند، طبعا هيكون عندنا في الأوبوزيت. شوبينج سنتر يعني مركز تسوق. شوبينج سنتر. فاكتس، فاكتس يعني حقائق. ريستورانت يعني مطعم. ريستورانت. دايركشنز اتجاهات. دايركشنز. turn turned يعني يتجه أو دور. plants نباتات. plants. عندنا باقي الفوكاب. ruins ruins بقايا أو أطلال. ruins. pollution pollution يعني تلوث. nature reserve nature reserve محمية طبيعية. area يعني منطقة. area. sphinx sphinx أبو الهول. sphinx. include include يشمل أو يضم. natural يعني طبيعي. natural. fact file ملف حقائق. fact file. village يعني قرية. village. grandparents grandparents يعني الأجداد. grandparents. event يعني حدث. event. useful يعني مفيد عكسها useless يعني ضار، وطبعا ده يكون عندنا في opposite. باقي فوكاب معتمد على cities المدن and important places وأماكن. إسماعيلية اللي مدينة الإسماعيلية. the Suez Canal قناة السويس. the Suez Canal. port said يعني مدينة بورسعيد. port said. lake تمساح. lake تمساح بحيرة التمساح. lake تمساح. natural science museum natural science museum متحف العلوم الطبيعية. جيزة، جيزة لمدينة الجيزة. بالنسبة للverbs الأفعال أو التصرفات لابد نكون حافظينها عشان نستخدمها عندنا في الجرامر. take took taken بتتحفظ بنفس الطريقة. ليه؟ لأنها بتثبت في الذهن. present اللي هو المضارع، والباست الماضي، والباست participle التصريف الثالث اللي هنستخدمه عندنا في درس الجرامر الباسيف. take took taken take took taken go went gone go went gone اللي هو يذهب. run ran run run ran run يعني يجري. say said said يعني يقول. say said said. see saw seen وناخد بالنا ان saw بالa وليست بالo. see saw seen. build built built build built built. hear heard heard hear heard heard يعني يسمع. بالنسبة عندنا الـ definitions لابد ناخد بالنا من الـ definitions لأن ممكن يجينا definition للكلمة وكن فاهم المعنى نقولها كده بسرعة، بس ناخد بالنا من الـ aquarium يعني متحف الأحياء المائية المقصود بـ you can see beautiful fish there هو أحياء مائية، يبقى احنا بنرى في أسماك رائعة أو جميلة. bank اللي هو البنك، بنعمل إيه في البنك؟ you can borrow and save money you can borrow ممكن تستعير and save money there وتحفظ مالك. you can see trees طبعا هنا botanical gardens botanical gardens اللي هي حدائق نباتية، طبعا هنا حدائق يبقى إيه؟ you can see trees ترى أشجار and other interesting plants ونباتات جميلة there. A large ممكن لها definition آخر. A large park or open area يعني حديقة كبيرة or open area منطقة
مفتوحة where scientists study plants، فيها العلماء بيدرسوا النباتات and trees الأشجار which people can visit، الناس ممكن تزورها. library اللي هي المكتبة library you can borrow and read books there، طبعا مكتبة يبقى بوكس كتب، يبقى you can borrow تستعير and borrow and read books وتقرأ فيها الكتب. sport center اللي هو المركز الرياضي، يعني ايه؟ you can play volleyball tennis and other sports there. You can play volleyball, tennis and other sports there. بنلعب فيها كرة الطايرة، التنس وألعاب أخرى. lake بحيرة a large area of water، من اسمها كده بحيرة يبقى فيها ماء. a large area of water with land around it، بمياه تحيط بها. monument اللي هو أثر تاريخي. something that people build to remember، something that people build يعني شيء الناس بتبنيه to remember عشان يتذكروا. an important person شخص هام or event حدث. peaceful يعني مسالم أو هادئ. calm and quiet، calm and quiet يعني مسالم وهادئ. traffic يعني اللي هو المرور أو حركة المرور، مقصود بيها الكارز واللوريز and motorbikes that use a road، يعني السيارات وعربيات النقل والدراجات البخارية للموتوربايكس that use a road اللي بتستخدم الطريق. especially وناخد بالنا من الديفينيشن بتاعها more than usual، يبقى كلمة especially means more than usual يعني أكثر من إن يكون شيء عادي، يبقى هنا شيء إيه خاص أو مميز. calculations بتركيب كده بتيجي مع بعضها، ممكن أقول do things أو do the same things أو do homework أو do housework. ناخد بالنا go swimming يذهب للسباحة، go shopping عارفين إن go بتيجي مع الأفعال اللي بيجي معها ing، go swimming go shopping go horseback riding and so on. give لما يعطي بقى بعطي إيه؟ give directions يعطي اتجاهات، give advice يعطي نصيحة. برضو ناخد بالنا من السينينمز والانتينمز، يعني ايه السينينمز يا حلوين؟ سينينمز يعني مرادف، يعني الكلمة بيديني معنى لها اخر، نفس المعنى بس الكلمة لها معنى اخر. اما انتينمز اللي هو الاوبوزيت او العكس، يبقى الورد الكلمة الورد، السينينم اللي هو المرادف يعني معنى الكلمة ايه، والانتينم اور اوبوزيت يعني المضاد او العكس. لو قال لي الانتينم اجيب له عكسها، لو قال لي السينينم اجيب له مرادف. For example attractive جذاب أو جميل attractive، السينونيم منها beautiful beautiful جميل، الopposite منها unattractive هزود لها البريفيكس يعني البداية un جبنا الopposite أو ugly قبيح، يبقى attractive beautiful unattractive ugly، وتحفظوا الحاجات دي لأنها حفظ. modern يعني حديث، بتساوي new جديد، up to date برضو حديث، old قديم عكسها ancient قديم. peaceful يعني مسالم أو هادئ، حاجة مسالم كده أو هادئ، بتسواه في المعنى synonym ليها calm calm هادئ، quiet هادئ، الأبزت منها noisy يعني ضوضاء. famous شخص مشهور، بتسواه well known يعني شخص مشهور أو معروف، الأبزت منها unknown يعني غير معروف، يعني بنجيب العكس unknown. borrow يستعير، بتساوي في المعنى take يعني يأخذ، يستعير أو يستلف، الأبزت lend يعني يسلف، borrow الأبزت منها lend والمعنى ليها take. ناخد بالنا من الجزء ده ومهم جدا، نقولهم بسرعة مرة تانية: attractive beautiful unattractive ugly modern new up to date old ancient interesting lovely exciting boring peaceful calm quiet noisy famous well known unknown borrow take lend. تعالوا مع بعض نشوف عندنا prefix والsuffix. يعني prefix يعني بداية، prefix يعني بداية يعني حروف كده بتضع في بداية الكلمة، والsuffix يعني نهاية يعني at the end of the word في نهاية الكلمة، يبقى prefix at the beginning of a word أو at the beginning يعني في البداية، والsuffix at the end. بنضيف prefix أو suffix to change the meaning، بيغير المعنى أو change the part of speech أو بيغير جزء الكلام، ممكن يبقى فعل يتحول لناون، ممكن يبقى verb يتحول لأدجكتيف ناون أدجكتيف and so on. تعالوا نعرف على الجزء ده معانا. لو أنا زودت ال suffix ful، suffix ful for example care
care careful حذر أو حريص care careful طبعا care هنا بالأسود وfull اللي احنا زودناه help يساعد أصبحت helpful مفيد أو مساعد adjective peace سلام أصبحت peaceful مسالم use مفيد أصبحت useful نافع أو مفيد. عندنا الـ ION طبعا هنا بيقول لك بتحول الفعل لاسم الفعل لاسم pollution يبقى الـ ION pollute pollute يلوث فيها إيه في الآخر حذفت الإيه وضفنا ION pollute pollution direct هنضيف لها ION direction الـ IVE طبعا بنحول الverb الى adjective زي attract يجذب attractive attractive جذاب. في عندنا ايضا في natural unnatural natural يعني طبيعي unnatural غير طبيعي هنا بنجيب الopposite يبقى هنا البريفكس البداية جابت العكس البريفكس جابت عكس الكلمة natural unnatural غير طبيعي usual عادي الopposite منها او العكس unusual يبقى ناخد منا natural unnatural natural unnatural usual unusual usual unusual. تعالوا كده ندرس الفوكاب reserve يعني يحجز reserve بتساوي book reserve بتساوي في المعنى book book يعني يحجز reserve. book يعني يحجز أو reserve معناها محمية طبيعية nature reserve وناخد بالنا ان هي nature وليس natural nature reserve يعني محمية طبيعية again الverb reserve كفعل معناه يحجز بيساوي book I'd like to reserve a table for two persons يعني عايز احجز منضدة لاتنين من الاشخاص لكن reserve او nature reserve معناه محمية طبيعية nature reserve يعني محمية طبيعية since عارفين ان معناه منذ ولكن ممكن معناها لأن بتدي معنى السبب يبقى لها أكتر من معنى ممكن يجي وراها مدة زمنية زي ساعة ممكن يجي وراها الساعة أو مدة زمنية أو السنة أو الشهر اسم اليوم أو الشهر وإن شاء الله ندرسهم بالتفصيل في زمن الـ Present Perfect المضارع التام اللي هو عندنا السنة دي We have lived here since 2007 طبعا هنا since معناها منذ I haven't found the lane since she left Cairo طبعا هنا برضو معناها منذ وجي وراها زمن الباست سيمبل طبعا لما يكون قرابة زمني في البريزنت بيرفكت لإما مدة زمنية لإما ماضي بسيط بعدها لإما نون اسم أما هنا لو معناها لأن since ما بتلتزمش بزمن معين since traffic is slow يعني because traffic is slow لأن المرور كان بطيء there isn't much pollution ما كانش فيه تلوث يبقى هنا since traffic is slow since traffic is slow there isn't much pollution يعني ما كانش فيه تلوث كتير around طبعا هنا معناه تقريبا اما around معناه الشكل المستدير around تقريبا around 350 thousand people live in Ismailia around يعني حوالي أو تقريب لكن كلمة round فقط معناها الشكل المستدير أو دائري the moon goes round يعني بيلف أو بيدور أو around the earth هنا تستخدم كظرف أو حرف جر لتحديد المكان أو الاتجاه معناها حول ممكن استخدم round أو around أما round كشكل معناه مستدير أو الشكل المستدير the sun is round يعني الشمس مستديرة عندنا interesting يعني شيق أو رائع this is adjective و interested adjective ولكن ده interesting بيسبب الصفة لكن interested شعور بالصفة there are attractive building interesting monuments يعني آثار رائعة بتسبب الدهشة أو الروعة and a lot of gardens in Ismailia لكن interested ده للperson ده ممكن شخص مهتم بشيء I'm interested in reading short stories. أنا مهتمة بقراءة القصص القصيرة. He's interested in science. مهتم بالعلوم. Interest يعني اهتمام أو يثير اهتمام كفعل. Science interests me a lot. Interest يعني معناه يثير اهتمام. My interests اهتماماتي are music and painting. يعني الرسم أو الموسيقى أو التلوين.
بالنسبة reach يصل ولكن لا يأتي مع حروف جر. The Suez Canal runs through the city before it reaches the sea. طبعا ما بيش بعدها حرف جر ومعناه يصل إلى مكان. أما arrive she arrived late yesterday يصل بدون مفعول ما بيش بعدها مفعول. هنا جاء وراء adjective or adverb هنا كمان late adverb. ممكن يجي بعدها حرف جر arrive at يصل لمكان صغير و arrive in يصل إلى مكان كبير. He arrived at school on time. They arrived in Alexandria to spend the summer holiday. Get to يصل إلى مكان بس في إيه صعوبة في الوصول. Peace سلام أو اسم لا يعد peace. All people don't like wars. Peace عكسها war. Peace اللي هو السلام عكسها war الحرب. كل الناس بتكره الحروب زي you'd like to live in this بيحبوا يعيشوا في سلام. Peaceful معناه مسالم أو هادئ. إسماعيلية is a peaceful place طبعا دي adjective صفة يعني مكان هادئ. Place to live in ينعم بالسلام للعايش فيه. إلهام is a peaceful woman. إلهام دي سيدة مسالمة أو هادية. She doesn't make troubles لا تقوم بعمل مهام. ناخد بالنا من expressions برضو والideas يعني مهمة. Find some facts about. Find some facts about يكتشف بعض الحقائق عن. Take the second road. Take the second road يتخذ الطريق الثاني. Take the second road on the lake على شاطئ البحيرة. On the lake for about 20 meters. For about يعني لمسافة حوالي 20 متر اسمها for about 20 meters. Run through يجري خلاله أو يمر عبره. There are a lot of things to do. There are a lot of things to do يعني يوجد الكثير اللي تفعله. With beaches around it. With beaches around it. Have tennis lessons يأخذ دروس في التنس. Look like يشبه. It's a good place too. It's a good place too. More than usual. More than usual. Find the places on the map. Find the places on the map. Come home by. Come home by. Go shopping يتسوق. Do the shopping ممكن go shopping يتسوق أو أقول do the shopping برضو معناه يتسوق. بالنسبة لجزء الريدنج معانا listening يعني استماع. طبعا ده يكون عندنا في الكتاب ولكن احنا هنا مكتوب ولكن هو في الكتاب هنسمع فقط من التيتشر المعلم معنا. تعالوا مع بعض. We have a conversation between Mona and Delia. We have a conversation between Mona and Delia. طبعا ده on lesson 1 student book page 3. Lesson 1 student book page 3. طبعا Mona Delia. Mona. Hello Delia. I am at the library. Where are you? أنا في المكتبة. Where are you? أنت فين؟ قلتلها هاي منى. I am next to the station. I am next to the station. How do I get to the library? How do I get to the library? إزاي أوصل للمكتبة؟ هتعمل لها إيه؟ هتعمل لها وصف or give it directions يعني تديها إيه الاتجاه. قلتلها it's easy يعني سهل. From the station من المحطة go straight on. From the station من المحطة go straight on يعني سيري في خط مستقيم. How far كم المسافة؟ How far? For about 20 meters. For about 20 meters حوالي 20 متر. Okay, do I go past the sports center? Do I go past? هل همشي كده محاذاة للسبورتس سنتر اللي هو المركز الرياضي؟ قلتلها yes but then turn left. أيوة ولكن اتجه إيه؟ اتجه يسار. Okay. يعني بالطبع walk past the botanical gardens. walk يعني امشي كده محاذاة للbotanical gardens الحدائق المائية. I'm walking past them now. I'm walking أنا ماشية أو أنا بس بمشي محاذاة لها الآن. great عظيم. after the botanical gardens بعد البوتانيكال gardens الحدائق المائية turn left turn right اتجه يمينا. turn right يعني اتجه يمينا after the botanical gardens بعد الحدائق المائية. okay then take the second road بعد كده خذ المنعطف الثاني on the right على اليمين. can you see a restaurant انت شايفة امامك مطعم. I think I can see it. أيوة أو أعتقد إن أنا شايفها. It's on the corner يعني هو على الركن أو في الزاوية. Walk past the restaurant امشي في امشي محاذاة للمطعم. The library is between the restaurant and the museum. The library
The library المكتبة between بين المطعم and the museum المتحف. Opposite the bank يعني مواجه للبنك. طبعا هتلاقي thanks هنا see you soon شكرا أراك إيه قريبا. أيضا عندنا استماع آخر listen to في الدرس الثاني student book page 5 صفحة 5 بين نادر وفي عندنا جودي. نادر My name is Nader. أنا اسمي نادر. I live in Alexandria. أنا بعيش في اسكندرية. With my mom, مع مامتي, my dad, والدي, and my two brothers. واتنين إخواتي. Alexandria is a very historical city. اسكندرية دي مدينة تاريخية. With lots of famous buildings. بمدن مشهورة. Ruins, آثار, and monuments. يعني بقايا وآثار. But it's a modern city too. ولكنها مدينة حديثة أيضا. And there are lots of things to do there. وفيه أشياء كثيرة ممكن نعملها. At the weekend في نهاية الأسبوع. Like to spend time with my family. I like to spend. بحب أقضي الوقت مع أسرتي. On Friday afternoons. On Friday. نخبرنا من حرف الجر on. أيام الأسبوع on. On Friday afternoons. في ظهيرة أيام الجمعة. We usually go to the park. بنذهب البارك الحديقة. But sometimes we go to a museum or to aquarium. أحيانا ما بنروح المتحف أو معرض الأحياء البحرية. I love watching the fish. أنا بحب أتفرج على السمكة. On Saturdays في أيام السبت I visit my grandparents. بحب أزور أجدادي في أيام السبت. They live in Alexandria too. بيعيشوا في الإسكندرية أيضا. I enjoy playing chess with my granddad. أنا بستمتع بلعب الشطرنج مع الجد. He is very good at it. يعني هو جيد جدا فيه. But sometimes I win. ولكن أحيانا أنا بفوز. عندنا جودي بتعرف نفسها. My name is Judy and I live in أسوان. أنا اسمي جودي وبعيش في أسوان. It's a busy city. مدينة مزدحمة. With about 1.5 million people. يعني حوالي 1.5 مليون شخص. And there is always a lot to do at the weekend. وفي يوجد طبعا دايما أشياء كثيرة ممكن نعملها في نهاية الأسبوع. On Friday mornings في أيام الجمعة في الصباح I sometimes go shopping. أحيانا ما بتسوق. أسوان is a great place for this. أسوان دي مدينة عظيمة لذلك. There are lots of interesting shops. يعني في أشياء أو في محلات شيقة. And I love going to the famous market. وبحب أذهب للسوق المشهور. I also like to go to the botanical gardens. أنا أيضا بحب أذهب للبوتانيكال جاردنز الحدائق النباتية. Or the nature reserve أو المحمية الطبيعية. On Saturdays في أيام السبت I do my homework. أنا بقوم بعمل واجبي. And in the afternoon I go to the sports center for my squash lesson. I go to the sports center. أنا بذهب لمركز رياضي for my squash lesson لدرس الإسكواش. It's my favorite sport. دي رياضتي المفضلة. برضو عندنا reading في on listen to student book page 4 في الدرس الثاني page 4 صفحة 4. I'm Sharif and I live in Ismailia. شريف بيقدم لنا نفسه. I am Sharif. أنا اسمي شريف. And I live in Ismailia. وبعيش في مدينة الإسماعيلية. Which is between Port Said and Suez. ما بين بورسعيد وسويس. The Suez Canal runs through the city before it reaches the sea. القناة السويس بتمشي أو بتتدفق خلال المدينة عشان توصل لمين للبحر. إسماعيلية is beautiful. إسماعيلية دي جميلة. There are attractive buildings. يعني يوجد مباني attractive جذابة. Interesting monuments وآثار شيقة. And lots of gardens. والكثير من الحدائق. About 350,000 people live here. Around يعني حوالي 350,000 thousand people حوالي 350 ألف شخص live there بيعيشوا هناك. But since traffic is slow ولكن منذ أو ولكن لأن المرور كان بطيء there isn't much pollution ما عندناش تلوث كتير. إسماعيلية is peaceful يعني مكان هادئ. But it isn't boring ولكنها ليست مملة. There are lots of things to do there. في أشياء كتيرة ممكن نعملها هناك. Especially at the weekend خاصة في نهاية الأسبوع. On Friday afternoons في أيام الجمعة في الظهيرة I often go to
ليك تمساح، بذهب إلى بحيرة تمساح which is near the city، بالقرب من المدينة. With my family، مع العائلة. It's a beautiful lake، يعني بحيرة جميلة. With beaches around it، بشواطئ من حولها. On Saturday mornings، في صباح السبت. I have tennis lessons، عند دروس تنس. At the sports center، في المركز الرياضي. At 9 a.m، في التاسعة صباحا. Sometimes I go swimming in the afternoon with my friend. فأحيانا كده ما بذهب للسباحة في الظهيرة مع صديقي سيد. There are some interesting museums in إسماعيلية. في متاحف رائعة في الإسماعيلية. My favorite is the Natural Science Museum. The Natural Science Museum يعني المتحف الطبيعي العلمي. Because I am interested in animals. I am interested لأنه بهتم بالأنيمالز الحيوانات. It's a good place to go at the weekend. مكان جيد إن إحنا نذهب في نهاية الأسبوع. تعالوا مع بعض كده. في عندنا برضو listen to work book page 73 reading. I live in a small village in the south of Egypt. بعيش في مدينة في قرية صغيرة في جنوب مصر. At the weekend في نهاية الأسبوع. I usually do the same things. في نهاية الأسبوع بعمل نفس الأشياء. On Saturdays I get up at 7 a.m. في أيام السبت بستيقظ في 7 في الصباح. Then I always do my homework after breakfast. بعمل واجباتي بعد الإفطار. At lunch time في وقت الغداء. I visit my cousins. بزور أولاد عمي. We like to eat together. بنحب نتناول الطعام معا. Then in the afternoon في الظهيرة. I often play games with my cousins. بلعب جيمز مع أولاد عمي. What do you do? أنت بتعمل إيه؟ تعالوا مع بعض نشوف الاكسرسايز على lesson 1 and 2 بالنسبة للجزء الخاص بالفوكاب. بالنسبة للdefinitions: a large park or open area where scientists study plants في نباتات and trees is a طبعا قلنا botanical gardens. طبعا botanical gardens يعني الحدائق النباتية. Calm and quiet means calm هادئ و quiet هادئ means a peaceful بيساوي في المعنى كلمة peaceful يعني هادئ. قلنا peaceful هادئ أو مسالم بتديني معنى calm. Space means cars, lorries and motorbikes that use a road. إيه هي الكارز والموتوربايكس واللوريز اللي بتستخدم الطريق؟ طبعا قلنا mean traffic اللي هو المرور. بعد كده عندنا بالنسبة للسينم والأنتينم والسفكس prefix ناخد بالنا من الجزء ده. Friday morning is a very peaceful time. The word peaceful means كلمة peaceful إن معناه إيه؟ calm and quiet. The synonym of modern يعني مرادف modern بتدين المعنى اللي هو mean modern new أو up to date. New أو up to date. طبعا لابد نحفظ الجزء ده عشان نتعامل بالسؤال مع السؤال بسهولة جدا. The word space can be the opposite of boring. كلمة إيه اللي بتديني عكس أو مضاد boring؟ طبعا هنا exciting طبعا هنا exciting يعني مثير عكسها boring يعني ممل. طبعا هنا boring ing هنا لازم نجيبها على نفس النمط ing. The suffix space gives the adjective from the word help. عايزين suffix يعني النهاية نهين اللي بتجيب لي العكس بتجيب الصفة من help. help يساعد helpful متعاون يبقى هنا helpful. The prefix space gives the opposite of the word usual. mean prefix البداية اللي لو ضفناها لusual بتجيب العكس قلنا mean un usual unusual. There are a lot of museums and Luxor monuments here means طبعا كلمة monuments معناها of the past times old buildings monuments آثار يبقى مباني قديمة من الماضي. طبعا هنا معتمد على guessing the meaning يعني فهم المعنى. If something is space it's enjoyable and exciting. لو الشيء ده ماله بيكون ممتع وشيق. طبعا interesting means exciting. They arrived at school at 7 o'clock. The underlined word arrived means طبعا arrived بتديني معنى reached. The pyramids are one of the most wonderful space in the world. طبعا هنا الـ pyramids ايه monumentous يعني آثار.
آثار في العالم. I have a lot of colorful fish in the عندي أسماك ملونة في الإيه؟ في الأكواريوم اللي هو معرض الأحياء المائية. إسماعيلية is beautiful. إسماعيلية دي جميلة. There are space building في مباني مالها and interesting طبعا هنا اسمها attractive building مباني جذابة. My uncle is very good at sports especially at handball. especially يعني ايه؟ يعني خاصة هو شاطر في الرياضة أو في الرياضات اللي هي الألعاب وخاصة كرة اليد. There was a lot of space on the road this morning so Mr. Ahmed was late for work. كان في ايه كتير في الطريق عشان كده مستر أحمد اتأخر طبعا traffic a lot of traffic الكثير من المرور. A space is a large area of water with land around it. منطقة من المياه بتحيط بها من كل مكان طبعا هنا a lake يعني البحيرة. A lake اللي هي البحيرة. A space is something that people build to remember an important person or event عشان يتذكروا شخص أو شيء طبعا هنا monument اللي هو الأثر monument يعني أثر. You can make an adjective from the verb use by adding عشان نجيب الصفة من use بتبقى use useful. We can form the word peaceful from the noun بنكون peaceful من الاسم مين peace اللي هو السلام. To give the opposite of the word natural, we add the prefix عشان نجيب العكس من natural اسمه natural unnatural. Natural unnatural unusual unusual. الأزهر park has a lot of attractive gardens. The word attractive means كلمة attractive means beautiful. Attractive جذاب beautiful. This machine does many things. It's very الآلة دي بتقوم بأشياء كتيرة. It's very it's very useful يعني مفيدة. We always space shopping on Fridays. طبعا هنا اسمها go shopping أو do the shopping. نحن عندنا go shopping. Adam space to his work late yesterday. طبعا get to يصل إلى مكان بصعوبة. طبعا get to لكن arrive at أو arrive in. أما reach بدون حرف جر. طبعا هنا بقولنا نجيب directions إعطاء الاتجاهات لما جد اتجاه from يبدأ from المكان from the zoo for example go straight on about 20 meters حوالي 20 متر then take the first second road on the left أخذ المنعطف الثاني أو الطريق الثاني أو الأول go past يعني سير في خط مستقيم أو سير مورن and then turn ثم اتجه go past and the space is the corner is on the corner on the left. From تعال ناخد مثال from the station go straight on for about 10 meters then take the second road on the right the market is on the left. الماركت السوق على الليفت على اليسار ممكن اقول it's على طول it's on the left او it's on the right واختصر. وطبعا احنا عندنا نكتب باراجراف عن السيتي المدينة وده موجود معانا على القناة ياريت نراجع كل واحد باراجراف عن مدينته ممكن يجينا في الاكزام. وانتظرونا ان شاء الله مع درس الجرامر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.